السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلبة مادة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين. إن شاء الله حضراتكم إحنا بدأنا فيها في المرة اللي فاتت في الجزء النظري، واتكلمنا حضراتكم على الضريبة على إيراد المهن الحرة أو المهن غير التجارية. وقلنا حضراتكم إن إحنا في المهن الحرة والمهن غير التجارية دي بتبقى حضراتكم دي من ضمن الأربع إيرادات اللي بيحددها القانون للأشخاص الطبيعيين. أنت عندك في الأشخاص الطبيعيين ليهم أربع إيرادات، اللي هي النشاط التجاري والصناعي، المرتبات الأول، مرتبات وأجور، والنشاط التجاري والصناعي والمهن الحرة، وإيراد الثروة العقارية. الأربع إيرادات دول حضراتكم بنجمعهم، عندك أربع إيرادات، بنجمع الأربع إيرادات وبندي لك إعفاء. حضراتكم هنا في إعفاء كل الناس، اعفاء 15000 جنيه دلوقتي بقى 15000 جنيه، والباقي حضراتكم لو في زاد عن 15000 جنيه ناخد عليه الضريبه بالاسعار المعروفه، بالاسعار المعروفه. يبقى ده لو عندك الاربع ايرادات، ما فيش اربع ايرادات، عندك ايراد واحد مثلا زي المهن الحره، خلاص بتحسب الضريبه، بتحسب ايراداتك، برضو بتعمل حساب ايرادات ومصروفات، ونشوف ايراداتك ومصروفاتك، ونطلع صافي الربح، ونطلع بعد كده نخصم منه بعض المصروفات، والباقي بيبقى الوعاء، هو ده الوعاء اللي بنطبق عليه برضه سعر الضريبه. ده بالنسبه للمهن الحره. فاحنا اتكلمنا عن المهن الحره، قلنا حضراتكم بالنسبه للايرادات احنا في طبعا الايرادات العاديه بنخضعها للضريبه، سواء كانت هنا لو الممول حضراتكم المركز الرئيسي بتاعه في مصر، هنا الايراد اللي بيحقق داخل مصر او خارج مصر بياخد على الضريبه. يعني المهندس دوت لو عمل عمليات هندسيه خارج مصر، الايراد المحقق في الخارج بيخضع للضريبه، يعتبر ايراد خاضع للضريبه. فبتطلع حضرتك الايرادات بتحطها في الجانب الشمالي اللي هو الجانب الدائن، والمصروفات بتحطها في الجانب المدين، وبعد كده حضرتك هنا بتطلع صافي الايراد. لو في صافي ربح يعني الجانب الدائن اكبر من الجانب المدين يبقى في صافي ربح، يبقى الربح ده بيخضع للضريبة. لو كان العكس بقى، ان المصروفات اكبر من الايرادات، يعني هنا في صافي خسارة، رصيد مديني يعني صافي خسارة، يبقى لا توجد ضريبة مهن حرة في هذه السنة، لا توجد ضريبة مهن حرة، يبقى الربح هو عليه ضريبة، لكن الخسارة تبقى ما فيش ضريبة عليها في السنة دي. وممكن الخسارة دي يا جماعة زي القانون ما بيقول احنا نرحلها لمدة 5 سنوات تالية لسنة تحقيق الخسارة. يعني مثلا في سنه دلوقتي 21، لو حققنا خساره سنه 21 مفيش ضريبه اشخاص طبيعيين، ولكن الخساره اللي بتحقق في هذه السنه بنرحلها بقى ال5 سنوات التاليه لسنه ايه؟ تحقيق الخساره اللي هي 21. يعني نبدا نخسرها من 22 23 ونعد 5 سنوات تاليه لسنه 21 ممكن نقسم منها الخساره. بعد ال5 سنين مش ممكن نقسم حاجه، القانون حدد خمس ترحيل الخساره دي لمده 5 سنوات تاليه لسنه تحقيق الخساره. طيب طلعنا صافي، يعني بنشوف الايرادات اللي بنحطها في الجانب الدائن، ونشوف المصروفات برضو زي المصروفات اللي احنا اتكلمنا عليها برضو هنا. عندك مثلا الايجار، مثلا مرتبات العاملين، الاهلاكات، المصروفات العموميه الى اخره. اي مصروفات يا جماعه تخص لازمه لمباشره المهنه، حتى مثلا الشراكات مثلا في النقابه بنقسمها له، بنقسم له كل المصروفات اللازمه لمباشره المهنه، وبنقارن بقى حضراتكم الايرادات بالمصروفات، ونطلع حضراتكم الرصيد. يبقى لو الايرادات اكبر من المصروفات يطلع فيه صافي ربح، لو المصروفات اكبر من الايرادات يطلع صافي خساره، مفيش ضريبه. طيب طلع صافي ربح، باخد صافي الربح ده يا جماعه بخصم منه حاجتين، زي ما قلنا المره اللي فاتت التبرعات. التبرعات حضراتكم لو كانت التبرعات للحكومه او وحدات الحكم المحلي للمحافظات يعني، فهذه لو تبرع الحكومه بنقسمها بالكامل، بس بشرط ان ما يزيدش طبعا عن صافي الربح اللي ايه الناتج من مزاوله المهن. طيب يبقى تبرعات الحكومه بتقسم في حدود ايا كانت قيمتها يعني بالكامل، لكن بالنسبه للتبرعات بقى الجهات الخيريه الاجتماعيه المصريه او دور العلم او المنشات اللي هي دور العلم اللي برضه خاطر اشراف الحكومه، كل هذه التبرعات اللي هي الجمعيات الخيريه والاجتماعيه بيبقى حضراتكم هنا دي بتخصم في حدود 10% من صافي الايراد المحقق. يعني بتشوف هو دفع كام، وبتشوف صافي الايراد قد ايه كام،
وبناخد ايهما اقل في الاثنين، هو ده اللي بيخصم، يعتبر مصروف بنخصمه من صافي الربح اللي طلع في الخطوه الاولى. بنخصم التبرعات ديت سواء كانت للحكومه بالكامل او للجهات الخيريه والاجتماعيه ودور العلم. بعد كده بنخصم حضراتكم هنا التامين على حياه الموظف او الممول، تامين على حياه الممول لازم يكون لصالحه او لصالح الزوجه او اولاده القصر اللي هم تحت 21 سنه. لو في تامين لصالح ابنه اللي هو بالغ اكتر من 21 سنه لا يخصم، الشرط ان هو يكون لصالح اولاده القصر. فبنقسم التامينات دي يا جماعه في حدود 3000 جنيه. برضه لو في معاشات، لو بيدفع مثلا مبالغ مقابل المعاشات، كلنا بنشتري في صناديق المعاشات طبعا عشان تاخد معاش في اخر مده خدمتك. فالمعاشات حضرتكم والتأمين على الحياة ده والتأمين الصحي برضو، الثلاثة دول بيخصموا في حدود 3000 جنيه. يعني انت بتشوف هو دفع كام وبتشوف 3000 كام، ده الحد الأقصى، بتاخد برضو أيهما أقل في الاثنين هو ده اللي بيخصم. طيب فبتخصم حضرتك التأمينات. لو في خسائر مرحلة، خسائر مرحلة زي ما اتفقنا بترحل لمدة 5 سنين، خسائر من سنوات سابقة جاية، لو مر ما مرش عليها 5 سنين بتخصم، لو وقع مرة عليها أكتر من 5 سنوات لا تخصم. بتقسم الخسائر المرحلة، وبعد كده بتديله الإعفاء اللي هو 15000 جنيه لإعفاء الحد الأدنى للمعيشة يعني، أو الإعفاء اللي حدده القانون 15000 جنيه. وبعد كده بتبدأ تحسب أسعار الضريبة، تبدأ تحسب أسعار الضريبة. طيب نبدأ كده في جزء العمل على المهنة الحرة. طيب بيقول لك التمرين، هو عندنا تمرين في الاول اللي هو عندنا على الشاشه ده، قدم اليك احد المهندسين البيانات التاليه عن مكتبه الاستشاري بالقاهره، والمطلوب حساب الضريبه على دخل المهن غير التجاريه عن عام 2020، المبالغ جنيه، كل المبالغ اللي عندنا هنا بالجنيه. 42500 اتعاب تصميمات هندسيه، 12925 نصيب في اتعاب رسومات بالمشاركه مع بعض المهندسين، 30000 جنيه اتعاب تصميم مباني بالسعوديه اثناء زيارته لها، 2900 ارباح بيع بعض الاساس، ارباح بيع بعض اساس المكتب، 28000 جنيه اتعاب تصميم انشاء وانشاء لاحدى الشركات، 2000 جنيه عمولة عن تواصله في بيع عماره لاحد عملائه، 15800 استشارات هندسيه لبعض المقاولين، 500 جنيه اتعاب مقالات نشرها في مجله تصديرها نقابه المهندسين، 2000 جنيه جائزة حصل عليها من نقابة المهندسين عن إحدى تصميماته تبرع بها لجمعية الهلال الأحمر المصرية. دي الإيرادات أو زي ما بيقولوا المقبوضات. إحنا بنطبق جماعة في المهنة الحرة في أساسين إحنا عارفين في المحاسبة، في أساس نقدي وأساس استحقاق. وقلنا المرة اللي فاتت إن أساس النقدي بيعترف بس بالإيراد المحصل والمصروف المدفوع فقط، ملوش دعوة بالمستحقات والمقدمات. المقدمات طبعا تبقى مدفوعة. طيب يبقى ده الاساس النقدي، يبقى الايراد المحصل هو الايراد الخاضع للضريبه، المصروف المدفوع هو المصروف المعتمد ضريبيا. بالنسبه لاساس الاستحقاق، لا الاساس الاستحقاق ده بيحمل السنه بما يخصها من ايرادات ومصروفات، بما يخصها من ايرادات ومصروفات، وبالتالي احنا بنحمل يعني لو كان في مستحقات بنضيفها، لو كان في مقدمات بنخصمها عشان نطلع ما يخص السنه الحاليه اللي احنا بنحسب عنها الضريبه، وبالتالي نحملها على قائمة الدخل، قائمة الدخل. طيب هنا بالنسبة يقول لي سنين المصروفات، يقول لك المصروفات أحيانا، بيقول أحيانا تانية بيقول لك المدفوعات. 450 ضريبة عقارية عن شقة يملكها ويزاول فيها نشاطه الهندسي، 5000 مرتبات المساعدين في عملية السعودية، 22000 مرتبات المساعدين علما بأن مرتب شهر ديسمبر وقدره 2000 جنيه لم يدفع بعد، 12000 جنيه مصروفات عمومية، 6000 جنيه مصروفات واهلاك السياره، 6000 جنيه قسط شراء قطعة ارض من نقابه المهندسين لاقامه عماره عليها، و200 جنيه اشتراك النقابه، و5000 جنيه اشتراك كتب ومجلات وجمعيات علميه بالخارج ونادي رياضي، علما بان اشتراك الجمعيه بالخارج يبلغ 2000 جنيه واشتراك النادي الرياضي 1000 جنيه. في كمان 11000 جنيه مصروفات وتامين تليفون، قيمه التامين 5000 جنيه. وفي 1000 جنيه اهلاك اساس، كان رصيد الاساس القديم المباع في 1/3/18000 جنيه، قد اشترى المهندس اساسا جديدا بدلا منه في 1/3 برضه بمبلغ 30000 جنيه. طيب وفي 4000 جنيه ثمن شراء حاسب جديد في اول يناير،
ودفع لي رسوم نقل ومصروفات تركيب 400 جنيه، 5000 جنيه تبرع للحكومة، و5000 جنيه مصروفات سفره للسعودية، و7000 جنيه رسوم بنوكية على تلاجة لمنزله. هناك خسائر مرحلة من عام 2019 قدرها 2875، وفي 200 جنيه قسط تأمين شهري على حياته يدفعه لصالح أولاده القصة. هو مطلوب مننا إيه في التمرين دوت؟ بيقول لك المطلوب حساب الضريبة على دخل المهن غير التجارية عن عام 2020. عايزين نحسب الضريبة، نحسب الضريبة. طيب، فإحنا هنعمل حضراتكم، أنا هقرا التمرين من عندي هنا من ال من الورق اللي قدامي اللي هو اللي مسجل عندكم في على الشاشة، وهنبدأ نحل. طيب، اهو ادي حل التمرين الاولاني اهو، نحله مع بعض كده، نمشي خطوه خطوه مع بعض ونشوف كده ايه الحل. طيب، هو بيقول لي اول حاجه امشي مع الايرادات، بيقول لي 42500 اتعاب تصميم في الجانب الدائن اللي هو الجانب الشمال اهو، في 42500 اتعاب تصميمات هندسيه، يبقى اتعاب التصميمات الهندسيه ده ايراد بيخضع للضريبه. في 12925 نصيب في اتعاب رسومات بالمشاركه مع بعض المهندسين، برضو ده ايراد بيخضع للضريبه، نسجله برضو 12925 في الجانب الدائن. 30000 جنيه اتعاب تصميم مباني بالسعوديه اثناء زيارته لها، ده ايراد محقق في الخارج. ما دام الايراد محقق في الخارج والمركز المكتب دوت المركز الرئيسي يعني الممول هنا في مصر، يبقى هذا الايراد اللي خارج مصر يخضع للضريبه، يبقى 30000 جنيه دي هتخضع للضريبه، بس طبعا الايراد هيخضع والمصروفات برضه هتخصم مع المصروفات الخارجيه دي اللي في السعوديه هتخصم مع المصروفات. طيب، يبقى 30000 التعاب التصميم في المباني في السعوديه تسجل برضه في الايرادات. 2900 جنيه ارباح بيع بعض اساس المكتب، دي ارباح راسماليه برضه بتخضع للضريبه، هنسجلها مع الايرادات. 2900 ارباح بيع اساس المكتب. 28000 جنيه اتعاب تصميم وانشاء لاحدى الشركات برضه تخضع للضريبه، 28000 مسجلينها اهي. وبعدين بعد كده بيقول لي في 2000 جنيه عموله عن تواصلي في بيع عماره لاحد عملائي، هذه العموله تعتبر عموله عارضه ما تخضعش للمهن الحره، ولكن ممكن تخضع للضريبه على النشاط التجاري والصناعي، ممكن تخضع للضريبه على النشاط التجاري والصناعي. طيب، في بعد كده 15800 استشارات هندسيه لبعض المقاولين برضه بنسجلها 15800. في 500 جنيه اخر حاجه بيقول لي اتعاب مقالات اتعاب مقالات نشرها في مجله تصدرها نقابه المهندسين، برضه هنا ال 500 جنيه لاتعاب المقالات ديت. طبعا احنا بنقول احنا المؤلفات يا جماعه الكتب او المقالات ما تخضعش للضريبه، معفيه يعني من الخضوع للضريبه ما دامت في صوره مكتوبه. لكن لو خدناها وعملناها في صوره مرئيه او مسموعه، يعني عملناها في التلفزيون، عملناها في الاذاعه، يبقى عملناها في الاذاعه والتلفزيون تخضع للضريبه، يعني عملناها في الاذاعه مثلا في التلفزيون يبقى في الحاله ديت فقط تخضع، في ايراد جاي لنا منها يبقى هذا الايراد يخضع للضريبه. لكن ما دام المقالات حضراتكم او الكتب في صوره مقروءه فقط كتابه بس يعني، يبقى لا معفيه من الخضوع للضريبه. طيب، في بعد كده حضراتكم هنا قال لي برضو في 2000 جنيه جائزه حصل عليها من نقابه المهندسين عن احدى تصميماته تبرع بها لجمعيه الهلال الاحمر المصريه. طبعا الجوائز العلميه يا جماعه اللي بياخدها الجوائز اللي بياخدها الممولين يا جماعه من في المهن الحره، كل الجوائز العلميه او اي جائزه بياخدها هذه الجوائز كلها دي لا تخضع للضريبه، هذه الجوائز لا تخضع للضريبه. لكن التبرع اللي هو تبرع به لجمعيه المصروف الهلال الاحمر طبعا دي ايه هنشوفها في حضراتكم، نقسمها في المصروفات. طيب، نيجي بقى في المصروفات حضرتك، قال لي هنا ثانيا المصروفات. بص حضرتكم، بالنسبه احنا اتفقنا بالنسبه للايجار، لو كان الممول ده مستاجر العقار فبنقسم بنقسم حضرتكم الايجار اللي هو بيدفعه.
لكن لو كان مالك العقار لو كان بيمتلك يعني المكان مزاولة المهنة، يبقى احنا بنخصم له بس حضرتكم هنا الضريبة وكل المصروفات الخاصة بالمكان مزاولة المهنة ما عدا القيمة الإجرائية، ما نخصمش فقط القيمة الإجرائية. فبيقول لي في ضريبة عقارية عن شقة يملكها ويزاول فيها نشاطه الهندسي، طبعا دي هنخصمها مع الخصومات. عندك هنا 450 اهي ضريبة عقارية، يبقى خلاص خصمنا الضريبة العقارية. 5000 مرتبات المساعدين في عملية السعودية، طبعا احنا قلنا ايراد السعودية هيخضع للضريبة والمصروفات هتخصم مع المصروفات، يبقى ال 5000 تخصم اهي مرتبات المساعدين. في 22000 مرتبات المساعدين علما بان مرتب شهر ديسمبر وقدره 2000 جنيه لم يدفع بعد. ما دام ما دفعش يبقى ايه ده يعتبر غير يعني غير نهمله يعني اتفقنا مالناش دعوة بالمستحقات. يبقى هنا مرتبات المساعدين علما بان مرتب شهر ديسمبر 22000 شهر ديسمبر وقدره 2000 جنيه لم يدفع بعد، اللي دفع كام 22 هنسجل فقط 22000. طيب في 12000 جنيه مصروفات عموميه دي مصروف بيخصم عادي 12000. 6000 جنيه مصروفات واهلاك السياره، 6000 واهلاك السياره. اهلاك السياره يا جماعه هنا ما قاليش هي بتستخدم في العمل ولا بتستخدم في استخدام الشخصي، ما دام ما قالش حاجه يبقى بتستخدم في الحالتين، يعني بتستخدم في العمل طبعا من طبيعه السياره انها تستخدم هنا وهنا في العمل وفي الاستخدام الشخصي، فبنخلي التلتين فقط للعمل والتلت استخدام شخصي مالناش دعوه بيه. فاحنا بناخد اللي هي 6000 جنيه مصروفات اهلاك السياره وبنقسم التلتين فقط، يعني بنقسم 4000 جنيه زي ما احنا مسجلين هنا اهو، مسجلين هنا 4000 جنيه، بنقسم هنا 4000 جنيه. طيب 6000 جنيه قسط شراء قطعه ارض من نقابه المهندسين لاقامه عماره عليها، طبعا اقامه عماره عليها هذه الارض يعني ديت لي غير يعني لا تلزم لمزاوله المهنه، يعني دي مش لا تخص المهنه خالص، مش دي ما تسجلش. 200 جنيه شراء نقابه، ممكن نقسم له شراء نقابه 200 جنيه. 5000 جنيه شراء كتب ومجلات علميه ومجمعيات علميه بالخارج ونادي رياضي، علما من اشراك الجامعات العلميه بالخارج 2000 جنيه. اشراك الجامعات العلميه بالخارج 2000 جنيه واشراك النادي 1000 جنيه. طبعا احنا بالنسبه لل هو قال للشراكات كلها 5000 جنيه. كتب ومجلات وجامعات علميه بالخارج ونادي رياضي. لا النادي الرياضي ده حاجه شخصيه يعني لا تخص المهنه. فما يتخصمش. يبقى احنا هنخصم بس ان اشراك النادي الرياضي 1000 جنيه من 5000 جنيه. لكن باقي يا جماعه الاشتراكات تعتبر مصروف معتمد ضريبيا، فبنقسم 4000 جنيه، يعني اشتراك كتب وجمعيات اهيت حتى لو كانت بالخارج طبعا 4000 جنيه، حتى لو كانت جامعات بالخارج لانها بتفيد المهنه، انا عايز اعرف اي تطورات تحصل على المهنه بتاعتي فبشارك في جامعات بالخارج، فهذه الاشتراكات يا جماعه تعتبر ايه مصروفات معتمده ضريبيا. طيب يبقى ال 5000 جنيه الاشتراكات ديت شلنا بس منها اشتراك النادي الرياضي لانه حاجه شخصيه. طيب في بعد كده 11000 جنيه مصروفات وتأمين تليفون، قيمة التأمين 5000 جنيه. طيب في حاجة في المحاسبة يا جماعة لو سمحتوا، في حاجة ممكن تسترد، يعني لو في مثلا تأمين تليفون، تأمين مثلا أي تأمين يسترد، تأمين على الأصول مثلا، في تأمين على الأصول، لو في تأمين على سدد الحريق مثلا أو حاجة، فهذه التأمينات تأمين على الحريق ما بيسترددش، لكن في تأمينات بتسترد، أي تأمين بيسترد لا يعتبر مصروف معتمد ضريبيا ومحاسبيا. فهنا عندي 11000 جنيه مصروفات وتأمين تليفون، التأمين قيمته 5000 جنيه ده يسترد يبقى لا يعتبر مصروف، يبقى نقسم بس 11000 ناقص 5 نقسم 6000 جنيه. نقسم 6000 جنيه أهو مصروفات التليفون بس هنقسم 6000 جنيه. طيب وبعد كده في إهلاك أثاث، كان رصيد الأساس القديم المباع في 1/3/18000 وقد اشترى الممول أساسا جديدا بدلا منه في 1/3 مبلغ 30000 جنيه. طيب بالنسبة لإهلاك الأساس احنا قلنا يا جماعة الإهلاك دوت ده مبلغ غير نقدي، ولكن احنا بنخصم الأساس ده بنخصم قيمة الأصل نفسه مرة واحدة، يعني عشان ما نظلمش السنة اللي احنا نشتري فيها الإيه الأصول ديت. فبنقسم بس الاهلاكات، يعني الاهلاكات دي معترف بيها ضريبيا، معترف بيها طبعا ضريبيا ومحاسبيا، بنوزع قيمه الاساس ده او قيمه الاصل على سنوات استخدامه، يبقى كل سنه تستفيد بجزء معين بنخصمها له مع المصروفات. لما نيجي نحسب الاهلاك ده حضراتكم
هناخد الإهلاك اللي هو كان الرصيد الأساسي القديم المباع في 1/3 18,000 جنيه. فبتحسب الأساس القديم يعني 18,000 في، احنا اتفقنا يا جماعة اللي هي إهلاكات، احنا في الإهلاكات إهلاكات الأصول بنعتمد يا جماعة النسب اللي حددها القانون. قال لي 5% بالنسبة للمباني والتجهيزات، قال لي 10% سنويا على الأصول المعنوية مثلا زي شهرة المحل دي بنقسمها 10%، قال لي 50% بالنسبة لبرامج وأجهزة الكمبيوتر يعني السوفت وير والهارد وير بنحسب عليهم 50% إهلاك، فيبقى السوفت وير والهارد وير بتاع الكمبيوتر بنحسب عليها 50% إهلاكات. اي حاجه غير كده، اي اصل تاني بنحسب عليه 25% سنويا، اي اصل تاني غير الحاجات اللي انا ذكرتها ديت بنخصم عليها اهلاك 25%. شوف طيب هنا بيقول لي الاساس هنا يعتبر اصل تاني، فاحنا بناخد الاساس ده 18,000 اهو 18,000 ده قيمته في 25% ده اهلاك سنوي، 25% ده اهلاك سنوي في، خد بال حضرتك هنا الاهلاك يا جماعه احنا بيقول لك هو باعه في 1/3 يبقى استخدمه ايه شهر ايه واحد واثنين بس، يعني ده لازم تضرب في 2/12 في 2/12. ده بالنسبه للاساس القديم. الاساس الجديد بيقول لي وقد اشترى الممول اساسا جديدا بدلا منه في 1/3 بمبلغ 30,000 جنيه، برضه هنحسب له اهلاك 30,000 جنيه في 25% في من اول 1/3 يا جماعه لغايه اخر السنه يعني 10 شهور، هتسيب الشهرين الاولين يبقى في 10 شهور، يعني لازم تضرب في 10 على 12 في 10 على 12. طيب لو تحسب الاهلاكات دي لو سمحتوا، لو تحسب الاهلاكات ديت هتلاقي قيمه الاهلاكات زي ما احنا حاسبينها هنا عندنا اهلاك الاساس 7,000 جنيه. لو تحسب الاهلاكات الاثنين دول هتلاقيهم 7,000 جنيه، يعني هنا مثلا هنا دي تبقى 750 جنيه لو حسبت 750 جنيها، والأساس الجديد يطلع 6,250 جنيها لو حسبناه مجموع الاهلاكات ديت هتبقى 7,000 جنيه، مجموع الاهلاكات هتبقى 7,000 جنيه، وبنسجلها في المصروفات، المصروفات عندنا حضراتكم هنا في 7,000 جنيه حضراتكم هنا اهلاك الاساس. طيب ده بالنسبه للاهلاك الاساسي، يبقى خلاص هنا في ده في 4,000 جنيه ثمن شراء حاسب جديد في اول يناير ودفع عليه رسوم نقل ومصروفات تركيب 400 جنيه. طبعا هنا احنا قلنا يا جماعه المصروف الراسمالي ده تمن الاصل او تكلفه الاصل يا جماعه بتبقى بتمن الشراء زائد جميع المصروفات التي تنفق عليه حتى يصبح صالحا للاستخدام. فانا هنا لما اجي احسب الحاسب ده هياخد ال 4,000 واشوف مصروفات النقل والتركيب 400، يبقى لازم اقول الاهلاكه 4,400 في 50% في 50%. طب احنا اشتريناه امتى؟ احنا اشتريناه في اول يناير، اول يناير يعني اول السنه، يبقى هنا الاهلاك نص الاهلاك يعني نص المبلغ ده يعني 2,200 جنيه، يبقى في اهلاك هنا للحاسب 2,200 جنيه بنحسب له اهلاك 2,200 جنيه ونحطه حضراتكم هنا مع المصروفات. مع المصروفات. طيب مصروفات شراء حسب في اول يناير 4,000 زائد 400 خلاص كده في 5,000 جنيه تبرع للحكومه. التبرع للحكومه دي بنخليه بعد ما بنطلع صافي الربح او الخساره، ده خليه في الاخر. في 5,000 جنيه مصروفات سفر للسعوديه، طبعا ايراد السعوديه بياخد اول 5,000 جنيه تخصم مع المصروفات، يعني في 5,000 جنيه مصروفات السعوديه لان هنا في مصروفات السعوديه خصمناها، وكمان مرتبات المساعدين في السعوديه برضو خصمناها فوق، يبقى 5,000 جنيه. وبعدين 7,000 جنيه رسوم جمركيه على ثلاجه لمنزله. لا طبعا دي حاجه شخصيه ملهاش دعوه بالمهنه، تهمل.
هناك خسائر مرحلة من عام 2019 قدرها 2875 دي، بنخليها برضو نقسمها بعد بعد التبرعات وبعد التأمين. وفي 200 جنيه قسط تأمين شهري على حياته يدفعه لصالح أولاده القصر، لصالح أولاده القصر التأمين هنخليه لغاية من إيه، من طلع صافي الإيراد. طيب أنا حضراتكم هنا جمعت الإيرادات والمصروفات، طلعت الإيرادات كمان 142 125 أكتر من المصروفات بمبلغ 74 275. ده صافي الإيراد، صافي الإيراد أو الربح 74 275، صافي الإيراد أو الربح 74 275. ده يعتبر رصيد دائن، رصيد دائن. الرصيد يا جماعه بيبقى بيظهر، بنسميه بعكس الجانب اللي بيظهر فيه، ظهر في الجانب المدين نقول انه رصيد دائن، لو ظهر في الناحيه الثانيه بنسميه رصيد مدين، لان رصيد مدين يعني خساره. لكن هنا طلع هنا الايرادات يا جماعه اكتر من المصروفات بمبلغ 74 275. طيب ناخد نكمل كده اهو، خلاص كده خدنا الايراد اهو اللي هو 74 275 بنخصم منه. قال لي بدفع تأمين شهري على حياته لصالح أولاده القُصّر، أو التأمين لازم يكون على حياته يا جماعة أو على حياته الموجود، ويدفعه لصالح أولاده القُصّر، ولصالح أولاده القُصّر متوفر فيه شروط الخصم. فبنشوف هو دفع كام أهو، التأمين المدفوع هو 212 2400، الحد الأقصى يا جماعة خصم التأمين 3000 جنيه. فبناخد نشوف الاثنين وفين الأقل في الاثنين بيخصم، خصمنا 2400. طيب جينا التبرعات، في تبرعات للحكومة زي ما اتفقنا، في تبرعات للحكومة في الأول هنا قال لي في تبرع للحكومة 5000 جنيه أهي، تقسم بالكامل خمس تبرعات للحكومة بنقسمها بالكامل 5000. وفي تبرع اللي هو الجايزة اللي خدها تبرع بيها لجمعية الهلال الأحمر المصرية، التبرع لجمعية الهلال الأحمر المصرية كان ب 2000 جنيه أهو، يبقى هنا المدفوع 2000. أو حضراتكم هنا بناخد يا جماعة 10% من صافي الإيراد، صافي الإيراد هنا 74 275 أهو، 74 275 اضربه في 10% يطلع 7427 ونص، ونقارنهم مع المدفوع اللي هو 2000 جنيه وناخد ايهما اقل في الاثنين. فاخدنا ال 2000 جنيه تخصم، خصمنا ال 2000 جنيه بالنسبه للتبرعات، وخصمنا حضراتكم الاول اننا التامين على الحياه خلاص خصمناه اللي هو 2400. طيب الخسائر المرحله يا جماعه بيقول لي في خسائر مرحله من عام 2019، احنا في عام 2020 يعني لسه ما مرش عليها 5 سنوات، ممكن اخصم الخسائر المرحله. ادي الخسائر المرحله 2875. طيب اخصم بقى كل الحاجات دي حضرتك من 74 275، هدي لك 62، الباقي 62000 62000 اهي 62000. اخصم منها الاعفاء اللي هو مقرر للحد الادنى للمعيشه بالنسبه للاشخاص الطبيعيين، قال لك 15000 جنيه، يبقى الوعاء يا جماعه اللي انا هحسب عليه الضريبه 47000 جنيه 47000 جنيه. طيب اسعار الضريبه حضرتك هنا، هو اسعار الضريبه طبعا ما بنحفظهاش، وانا بجيبها لحضراتكم في الامتحانات، يعني لو في سؤال في الامتحان بجيب لك اسعار الضريبه. هي اسعار الضريبه طبعا 15000 جنيه الاولى معفيه اللي هي عفيناها فوق ديت، وبعدين 15000 في 2.5%، وبعدين 15000 التاليه في 10%، وال 15000 التاليه في 10%، وبعدين 15000 التاليه 15، وبعدين في 15 كده 4 يبقى خلاص كده. في بعد كده اللي حضراتكم هنا 140000 في 20%، وبعد كده في حوالي 222.5%، وفي 200000 في 25%، والزياده بتحسب عليها الضريبه برضو. يعني هنا في حضرتك هنا يبقى السعر الاولاني يا جماعه معلش تاني 15000 جنيه اللي هي المعفاء ده دي معفيه من الضرايب، وبعدين 15000 التاليه 2.5، ال 15000 التاليه على 10%، ال 15000 التاليه 15، وبعد كده حضراتكم في اللي هي تبقى دي دي تبقى 140000 في 20%، وبعدين حضرتك بعد كده في 200000 في 25 22.5 كده، والزياده 25%، والزياده 25%. المهم ما تحفظش الاسعار دي، انا بجيبها لحضراتكم في الامتحان يعني. طيب يبقى ناخد هنا حضرتك، طب انا عايز احسب ال 47000 جنيه دي،
عايز احسب 47. طيب هنقول بقى 47 تحسبها ازاي؟ 47000 جنيه تحسب عليها الضريبه ازاي؟ طيب ناخد دي، نقول ناخد ال 47000 جنيه ونقسمها على الاسعار اللي عندنا، نشوف اول سعر بيقول لي ايه بعد كده؟ ال 15000 التاليه، احنا قلنا ال 15000 الاولى معفيه، ايه عافيناها فوق. ال 15000 التاليه 2.5%، هل الباقي ده يا جماعه زاد عن 15 ولا لا؟ زاد. فبناخد منه 15، بناخد منه 15، 47000 بناخد منه 15 للاتنين ونص، 15 للاتنين ونص اهو، حطيناهم في الاتنين ونص في المية. طيب الباقي هيبقى 32000. طيب السعر اللي بعد كده يقول لي 15000 في 10%، هل ده زاد عن 32000؟ الباقي ده زاد عن 15 ولا لا؟ ايوه، باخد منه 15 اهو، نقسم 15 لل 10%، لل 10، 15 لل 10%. طيب السعر اللي كده اللي بعد كده التالي بيقول لي 15000 التاليه سعرها 15%، انا ال 32000 شلنا منها 15، اصبحت الباقي 17000 جنيه، فالباقي دوت اكتر برضو من 15 اللي هي 15 في 5%، فبناخد منه 15 يتبقى 2000 جنيه، الباقي 2000 جنيه، فخدنا 15 في 15%، الباقي 2000 جنيه 20%. السعر اللي بعد كده بيقول لي 140000 التاليه سعرها 20%، فما دام ال 2000 جنيه دي ما زادتش عن ال 140000 يعني كلها هتخش في 20%. فبنضرب حضراتكم الاسعار ديت، اضرب الاسعار دي كلها وتجمع يدي لك الضريبه حضراتكم هنا المستحقه على هذا المول 4525 جنيه. يبقى انا حضراتكم هنا بالنسبه للاسعار، الوعاء الضريبي اللي بيطلع ده، الوعاء ده اللي احنا هنحسب عليه الضريبه، بناخده ونقسمه حضراتكم على الاسعار اللي عندنا. في 15000 جنيه اعفاء يتبقى 47000 جنيه، بناخد ال 47000 جنيه بقى نبدا نقسمها على اسعار الضريبه. ده بالنسبه حضراتكم للتمرين ده. يبقى التمرين ده حضراتكم هنا في سعر ضريبه على هذا المستحق على المول 4529 جنيها، 4525، اسف 25، 4525 جنيه. ده بالنسبة لحضراتكم للتمرين الأول، تمرين أول على المهنة الحرة. طيب في تمرين تاني لو سمحتوا، على تمرين تاني على المهنة الحرة. التمرين التاني ده أهو، نشوف كده حضراتكم مع بعض. أهو اهو التمرين التاني حضراتكم برضه على الشاشة، اهو التمرين التاني على المهن الحرة. بيقول لي قدم اليك احد الاطباء بيانا بمقبضاته ومدفوعاته عن العام المنتهي في 31/12/2020 والمطلوب حساب ضريبة الدخل على المهن غير التجارية المستحقة عليه. برضه القيمة اللي عندنا دي بالجنيه. فقال لي حضراتكم هنا المقبوضات او الايرادات اللي احنا بنطبق اساس نقدي، يبقى المقبوضات 14700 اتعاب كشف بالعياده ونزل المرضى، 16410 اتعاب عمليات جراحيه، 3000 جنيه اتعاب استشارات طبيه لاحدى الشركات، 2000 جنيه مكافاه من حكومه المغرب لحضور مؤتمر طبي. احنا اتفقنا ان الجوائز ومكافآت حضور المؤتمرات الطبيه المؤتمرات العلميه لا تخضع للضريبه. في 1460 اتعاب استشارات طبيه، بعد كده للمحاكم اتعاب استشارات طبيه للمحاكم. في 8000 جنيه حضراتكم جائزه عن بحث كان قد قدمه لنقابه الاطباء. وفي حضراتكم هنا 33000 جنيه اتعاب عمليه جراحيه اجراها بالمغرب اثناء حضوره المؤتمر الطبي. في 385 اتعاب مقالات نشرها بمجله طبيبك الخاص. و 540 باقي اتعاب عمليه جراحيه اجراها عام 2015. وبعد كده خد 5000 جنيه تعويض من شركه مصر للتامين عن سرقه بعض الاجهزه قيمتها 4500 جنيه. 6000 جنيه فوق شهادات استثمار البنك الاهلي مجموعه به. وفي 150000 ايراد قصه قدمها للتلفزيون لتقديمها كمسلسل قبض منها خلال العام 120000 جنيه. قبض منها خلال العام 120000
120,000 جنيه. طيب انا هنبدأ نحل حضراتكم التمرين، هنبدأ نحل التمرين حضراتكم هنا، انا هحل التمرين مع حضراتكم برضو اهو. تاني نبدأ نجيب التمرين الاولاني اهو، التمرين التاني. طيب بنعمل حضراتكم حساب الايرادات والمصروفات عن عام للعيادة، ناخد بالنا للعيادة عن عام 2020. خد بال حضراتكم، اتفقنا يا جماعه ان لو في واحد عنده دفاتر منتظمه، يعني دفاتر لحديد القانون، يعني دفتر المقبوضات والمدفوعات ودفتر الايصالات، يعني المفروض يمسكوا دفترين، دفتر المقبوضات والمدفوعات ودفتر الايصالات. لو عندك الدفاتر المقبوضات والايرادات ديت، ده بيعتبر هنا دفاتر منتظمه، يعني الراجل ده الممول ده يمسك دفاتر منتظمه. لو ما عندكش الحاجات دي فبيعتبرك ايه، ما بتمسكش دفاتر منتظمه. وفي ناس ما بتمسكش دفاتر اصلا، يعني دي بنعملها ايه بقى، الناس اللي ما عندهاش دفاتر او عندها دفاتر غير منتظمه، بنخصم يا جماعه من المصروفات اللي هي اللازمه المباشره تلمين 10% من اجمالي ايراداته، يعني نشوف اجمالي ايراداته قد ايه ونخصم منهم 10% فقط مقابل جميع المصروفات، والباقي بنحسب عليه الضريبه، لكن بنخصم لهم بعد كده التامينات برضو اللي هم الدفاتر غير المنتظمه، بنخصم لهم برضو التامينات وبنخصم لهم التبرعات. فانا عندي هنا الطبيب دوت الطبيب دوت طبعا هنا عنده عياده وكمان بيألف قصص، يعني في الاخر قال لي خدنا مقبوضات، في المقبوضات قال لي هنا في 150,000 جنيه ايراد قصه قدمنا التلفزيون لتقديمها كمسلسل قابض منها خلال عام 120,000 جنيه. فيبقى الراجل ده حضراتكم برضو هنا بيألف قصص، يعني برضه طبعا هنا في طبعا اطباء طبعا، وفي اطباء دول اطباء وشعراء مثلا زي احمد ناجي اللي بيألف قصيدة الاطلال، يعني ده كان طبيب، يعني ما جراش حاجه ان هو يبقى طبيب ويبقى قصاص، يعني اديب، يعني اديب. فايراد القصه حضراتكم بياخد على الضريبه، وايراد العياده بياخد على الضريبه. ايراد العياده ده هنعتبره دفاتر منتظمه، لكن ايراد القصه ده يعتبر يا جماعه يعتبر ايرادات غير منتظمه. طب نبدا نحل التمرين ده حضراتكم لو سمحتوا اهو. بنعمل برضو حضراتكم حساب الايرادات والمصروفات اهو، انا بشتغل مع حضراتكم، هو طبعا محلول عندنا هنا وهوريه لكم دلوقتي، هوريه لكم دلوقتي. في 14,700 حضراتكم هنا، 14,700 كشف بالعياده، ايرادات كشف بالعياده، اتعاب كشف بالعياده. طيب في 16,410 16,410 16,410 اتعاب عمليات جراحيه، عمليات جراحيه. طيب في 3,000 جنيه اتعاب استشارات طبيه لاحدى الشركات، لا طبعا تاخد على الضريبه. في 3,000 استشارات 3,000 جنيه مكافأة من حكومة المغرب لحضور مؤتمر طبي بيها، احنا قلنا الجوائز ومكافآت حضور المؤتمرات العلمية لا تخضع للضريبة، يبقى مش خاضعة للضريبة. وفي 1460 أتعاب استشارات طبية، قال لي إيه؟ للمحاكم، يبقى تخضع استشارات للمحاكم. 1460 8,000 جنيه جائزة عن بحث كان قد قدمه نقابة الأطباء، طبعا قلنا الجوائز ومكافأة المؤتمرات العلمية مش هتخضع للضريبة. في بعد كده بيقول لي حضراتكم هنا 33,000 أتعاب عملية جراحية أجراها بالمغرب أثناء حضور المؤتمر الطبي، برضه ده يخضع الضريبة، لأن المركز الرئيسي للطبيب دوت عيادته مركزها المركز الرئيسي في مصر، يعني 33,000 تخضع، دي أتعاب عمليات جراحية، عمليات جراحية 33,000. طيب في بعد كده حضراتكم 385 جنيها اتعاب عن مقالات نشرها في مجلة طبيبك الخاص، طبعا المقالات احنا قلنا ما دام في صورة مكتوبة بس زي الكتب
في صورة مكتوبة بس كده، ما دي معصية من الخضوع للضريبة. في صورة مرئية نعملها بقى زي القصة اللي هنعملها ديت، القصة يبقى خلاص قصة تقطع للضريبة. لكن في صورة مكتوبة بس، كتاب في صورة مكتوبة أو المقالة في صورة مكتوبة فقط، يبقى لن تخضع للضريبة. 540 باقي أتعاب عملية جراحية أجراها عام 2019، يبقى 540 ما دام حصلناها السنة دي تخضع. باقي عملية أتعاب عملية، باقي أتعاب العملية. طيب ٤٥٠ باقي أتعاب عملية. طيب 5000 يا جماعة تعويض من شركة مصر للتأمين عن سرقة بعض الأجهزة قيمتها 4500. طب هي تكلفتها 4500، خدنا 5000 جنيه، يبقى في فرق 500 جنيه ده يا جماعة بنسميه ربح رأس مالي. يعني أنا في ربح رأس مالي، ربح رأس مالي، ربح رأس مالي 5000 جنيه ناقص 4500 يعني 500 جنيه، ربح رأس مالي 500 جنيه. طيب بعد كده بيقول لحضراتكم في 6000 جنيه فوائد شهادات استثمار البنك الأهلي المصري مجموعة به. طبعا فوائد شهادات الاستثمار ديت كل ايراداتها يا جماعه ديت ايه معفيه من الخضوع الضريبه. شهادات الاستثمار عشان نشجع الاستثمار كله ده معفي من الضريبه. طيب ده بالنسبه بعد كده بيقول لي في 150000 جنيه ايراد قصه قدمها للتلفزيون لتقديمها كمسلسل قبض منها خلال العام 120000 جنيه. 120000 جنيه القصه نخليها لوحدها لان يعني دوت تعتبر دفاتر غير منتظمة، لكن العيادة دي دفاتر منتظمة. ده بالنسبة للإيرادات. طب نيجي للمدفوعات بقى، المصروفات. بيقول لي في 10700 أجور العاملين بالعيادة، منها 700 جنيه مدفوعة عن شهر يناير 2021. حتى لو كانت مدفوعة مقدمة يا جماعة، ما دام اتدفعت السنة دي يبقى بناخد كل المبلغ كله 10700. ليه؟ لان السنه اللي بعديها مش هناخد الايه الشهر يناير ده، مش هناخد شهر يناير ده، يبقى 10700 دي اجور هنخصمها. هنخصمها مع المصروفات. في 3600 ايجار العياده علما من الايجار الشهري 250 جنيها. طيب هنا يبقى ايراد العياده هنا 3600 علم ايجار العياده ده اللي هو دفعه، يعني علم بان الايجار الشهري 250. طب يبقى السنوي 250 في 12 دي ب 3000، يعني هنا ده دفع 3600، يعني ده دفع برضه هنا ايجار مقدم برضه ما دام دفع يبقى يعتبر مصروف، بناخد 3600. 3600 ايجار، 3600 ايجار، 1750 جنيه اهلاك عدد والات وادوات طبيه. ما دام ما جابش يا جماعه قيمه العدد والالات ديت بناخد الاهلاك اللي هو حاسبه زي ما هو 1750 اهلاك عدد وادوات بنخصمها له 1650 جنيها كتب ومجلات علميه، يبقى 1650 دي كتب ومجلات علميه. طبعا كتب ومجلات علميه طبعا دي برضو دي لازمه للمهنه، يبقى لابد ان تخصم مع المصروفات 1650 كتب ومجلات. في 3000 جنيه 30000 جنيه مصروفات الدراسيه لابنته، طبعا ده مصروف شخصي لا يخص المهنه وبالتالي لن يخصم مع المصروفات. 2500 جنيه تامين على حياته لصالح زوجته، برضه هنا التامين على حياته ولصالح الزوج، احنا اتفقنا ان صالح الزوجه او اولاد القصر بيخصم، فدي لصالح الزوجه بس هنخصمه بقى بعد ما نطلع صافي الربح. في 1500 جنيه مشتريات ادويه خلال العام علما بان رصيد الادويه اول المده 1000 واخر المده 500، يبقى انا بجيب المستهلك من الادويه اللي احنا استخدمناه، يعني مستهلك من الادويه. بناخد 1500 جنيه مشتريات خلال السنه، بنضيف عليها رصيد اول المده اللي هو 1000 جنيه وبنقسم منه رصيد اخر المده اللي هو 500 جنيه، يبقى المستهلك 2000 جنيه. بناخد 2000 جنيه ونسجلها مع المصروفات، بنسميها المستهلك من الادويه 2000 جنيه. 2000
جنيه. طيب حضراتكم نتوقف عند هذه النقطة ونكمل حضراتكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله.